صباح الخير، يعطيكم العافية الجميع. صباح أخباركم؟ الحمد لله تمام. امبارح قطعت الكهرباء، نفذوا تهديدهم ونفذوا وعيدهم، واليوم كمان بدهم يقطعوها بنفس الساعة. يعني الأصل إنه ما يظلهمش مركزين على نفس الساعة، أصل يبدلوا بالساعات بين المناطق، لكن شو بدنا نعمل على كل الأحوال. فاليوم مش راح نأخذ البريك، رح نضلنا ماشيين بالشرح للحد الأقصى اللي بنقدر نخلصه. ورح نعمل كمان بالنسبة للأشياء، الوقت اللي راح علينا ممكن نعمل فيه شغلتين. الشغلة الأولى إنه ممكن نتفق على موعد، وبعرف إنه هذا صعب جدا. الشغلة الثانية ممكن إني أعملكم تسجيل، فهذا إذا لزم، ولحد الآن حسب تقديري مش لازم. تمام، بس ما بديش أبدا تحسوا إنه هذا الوقت اللي راح، يعني لأنه هذا وقتكم بالأساس. تمام، ماشي الحال. احنا تقريبا خلصنا هذا الملف الباوربوينت، الملف كامل، السلايدز اللي هون خلصناها، حكينا عن التفاصيل الموجودة بداخلها، وحطينا بعض، تعلمنا بعض الأسس اللي مهمة. بدنا الآن نروح على ملف ثاني موجود عندكم هون على المودل. تمام، ف بتلاقوه هون اسمه RTL. تمام، هيو. ف بدي افتح الملف هذا الان، ال RTL، ماشي الحال. واذا طلعنا على هذا الفايل بنلاقي انه ببلش الشرح من اول، من شابتر 8، يعني معظم الشغلات او اعاده مراجعه للامور اللي حكينا عنها في المحاضره السابقه. تمام، كمان براجع شغلات اساسيه في الفيرلوج، زي هيك ستيتمنتس اللي من هالنوع، هي اشياء احنا اصلا نعرفها. بنراجع بعض البروسيسز المتعلقه بالديزاين، انه كيف من المرحله الاساسيه وين بصير التشيك تاعها، كيف بتروح كمان مره لمرحله الديزاين، مرحله التست بنش اذا النتائج مش جيده، الى اخره من الامور هذه احنا كلها بنعرفها. وحكينا عن موضوع قسم الدائره بين كتو سيركتس، واحده للداتا وواحده للكنترول. يمكن الدياجرام اللي احنا حطيناه ما كانش فيه التفصيل هاي، انه ممكن الداتا تدخل للداتا باث مباشره، لكن مش اشكاليه كبيره هاي. لعند تقريبا صفحه 25 نفس عفوا عند سلايد 28 نفس الشيء، في تقاطع بين الملف هذا الملف والملف اللي كنا نستعمله. السبب بالتقاطع انه هذا الباوربوينت مش انا اللي عامله، الموجود حاليا امامنا، بينما الملف السابق انا اللي عملت الباوربوينت. هذا الباوربوينت هو الباوربوينت اللي كانوا الطلاب ياخذوه في الادفانس ديجيتال، وكان يعني كان يتم تزويدهم فيه، مش انا اللي عملته. تمام، فبجوز نشوف بعض الشغلات اللي هون الان اللي يكون في لنا فيها وجهه نظر معينه، او بنشوف على كل الاحوال. قبل ما نبدا، هل لديكم أي استفسارات عما سبق؟ دكتور عادي أسألك عن الواجب. طبعا، السؤال الأول الفينش وين نحطها؟ من يعني نحطها إنه جوات هدول يصير تراكمي ولا عند الرسمي؟ لأنه بفرق مكانها. مكانها بفرق. وين عادة بالأمثلة، كل الأمثلة اللي شفناها، وين بتنحط الفينش؟ يعني أنت بدك تعمل سيميوليشن مدته 500 تايم ستيب، وين بتحط السيستم تاسك فينش؟ كنا نحطها أحيانا تراكمية، وأحيانا عند عشان نطلع السيجنال، وأحيانا عند الثنتين.
عظيم جدا، عظيم جدا. الآن السؤال بقول شو نصه؟ خلينا أشوف هون السؤال شو نصه؟ عن أنه سؤال أنت بتحكي؟ السؤال الأول. السؤال الأول شو بقول السؤال الأول؟ بقول السؤال الأول assume the input the inputs to be as follows. تمام، معطيك إياها وبعدها شو بقول؟ end the simulation at 500. end the simulation at 500 هي عبارة عن 500 بالمطلق، لا تعتمد على القيم السابقة. ف اطلع كيف الأزمنة موجودة، عند الصفر اعمل كذا، عند المية اعمل كذا، عند الميتين اعمل كذا، فهاي الميتين عند مثلا 350 اعمل كذا، هذا 350 مش 350 بعد الميتين بعد المية، ساعتها بتصير 650. عند الوقت كذا لازم يصير. فلما تقولي عند وقت معين الريفرنس تاعك هو الصفر، يعني الأوقات اللي هون هي أوقات بالمطلق. لو نعمل هون بلوت X مع T رح نحط النقطة رقم 0، النقطة 100، النقطة 200، النقطة 350، النقطة 450، والنقطة 500. فهمت علي ولا أرسم؟ أرسم دكتور. أرسم، يعني حاضر. كل واحدة من الأوقات مختلفة، يعني ما بعتمد على بعض. نص السؤال هيك، هيك بقول نص السؤال بحكي لك at time يساوي 0. تمام. هسه لو مستعمل مثلا كلمه after ممكن يكون فيها مجال للفهم على الشقتين، ماشي، بس خلينا نرسم. تمام، هاي عندنا access اللي هو عباره عن التايم، ماشي، وهي access ثاني whatever اللي يكون الفاليو اللي عندك، الحدث اللي هو، ماشي. الآن هذا عبارة عن زي ما اتفقنا عبارة عن time، لأن أول نقطة في time هي عبارة عن الصفر، ماشي. بعدها هذا زي ما بده يتقسم عندك. الآن فخلينا نفترض إنه هون مثلاً هاي عبارة عن المية هون. تمام، هاي عنا هون مثلاً 200. الأرقام هاي هل هي تراكمية ولا نسبة للبداية 300؟ بالنسبة للبداية مش تراكمية. نعم، بالنسبة للبداية مش تراكمية. فأنت لو بتقول تقولي 500 تايم ستيب، يعني بدنا نبدأ هون، بدنا نبدأ من الصفر، ماشي، وننتهي عند ال 500، هذا هو وقت السيميوليشن من هون لهون بس. فالمفروض عندنا حسب السؤال إنه هون يصير عندنا حدث معين، ماشي، عند المية يصير حدث معين، عند الميتين أو عند كمان حسب السؤال عند الميتين يصير كمان حدث. نعم، فعند الميتين بده يصير كمان حدث، بعدين عند الثلاثمية وخمسين بده يصير إشي، ماشي. لو هذا الحدث اللي بده يصير هون تراكمي كان بصير بعد 650. فالمقصود هون هو وقت مطلق مش وقت تراكمي. هيك نص السؤال دكتورة؟ وصلت. تمام، فهذا مش تراكمي. فبقول لك عند السيميوليشن ما يوصل 500 تايم ستيب انهي. فلو سألنا السؤال التالي كم مدة السيميوليشن كلياته من أوله لآخره؟ 500. شو الأحداث اللي بتصير أثناء هذول ال 500؟ عند الصفر بصير هيك، عند المية بصير هيك، عند الميتين بصير هيك، عند 350 هيك، عند 450 بصير. يعني الزمن ما بين الحدث اللي هون إنه يصير وما بين ينتهي السيميوليشن قديش رح يكون الفرق بينهم؟ جاوبيني، قديش الوقت ما بين إنه هذا الحدث يصير وما بين إنه السيميوليشن ينتهي؟ فرقية بينهم 50 100%. تمام، خلينا أشوف لكم إذا الأسئلة الثانية فيها مجال لسوء الفهم، يعني مجال اشرح لكلنا عشان نتعلم بالتفصيل. كيف؟ اشرح لكلنا عشان نرجع له. شرحناه امبارح او اول امبارح، وانت امبارح ولا اوله؟ بس هيك كان مش تعميق كثير.
أكثر. تعمليه كثير يعني أحله يعني؟ لا يعني أكثر شوي. طيب تكرمي ولا يهمك، بس احكي لي عن إيش أشرح بالضبط، لأنه اللي بتذكره إن أنا شرحت عليهم بشكل وافي. هسا إذا بدك تيبس للحل إشي ثاني، بس إيه وضحي لي شو بدك. خلص دكتور ولا شيء. تخجليش والله، تخجليش ما تخجلي، كل اللي بدك إياه. يعني السؤال الأخير، كيف إنه نجد حجم الروم؟ أنا لما حضرت الفيديوهات ما فهمته كثير. طيب كيف بدنا نوجد حجم الروم؟ حجم الروم. مش هذا، هذا PLA، هاي الروم صح؟ تمام، هذا السؤال تبع الروم، وهاي اللي يسأل عن الحجم. طيب لما بدنا نعمل، لما نقيس حجم أي إشي، كيف بنقيسه في العالم الملموس اللي حوالينا؟ الحجم شو يساوي؟ نسيك من الروم والرام والكمبيوتر والأشياء الثانية، الحجم شو يساوي؟ طول في العالم، في العالم. في الارتفاع 3D، عالم اللي حوالينا، في طول، في العرض، في الارتفاع، هاي الحجم. اعملها طول في العرض بتطلع قديش مساحة. تمام؟ طيب الآن بالنسبة للميموري، شو الوحدة اللي بنقيس حجم الميموري فيها؟ البت والبايت ومضاعفاتهم، الكيلو بايت والميجا والجيجا إلى آخره. متفقة معي لعند هون؟ آه دكتور. تمام، هسا الميموري هل هي 2 dimensions ولا 3 dimensions زي العالم الحقيقي اللي حوالينا؟ 2 dimensions. 2 احكي 2 بثقة، ما تسأليش، ماشي الحال؟ يعني هون يعني بهمش، بسامحك أنا، بس لو أي حدا سألك هذا السؤال ما جاوبهوش على صيغة أنك بتتحذري. 2 dimensions، شو هم الدايمنشنز تعين الميموري؟ يعني شو البعدين، مثلا المربع طول ضرب العرض، الميموري شو التو دايمنشنز تبعينه؟ انت عارف الجواب بس مش مندلع عليه، اساعدك. واحد منهم اللي هو عدد الادرسز. تمام، ساعديني في الثاني. طيب وعدد الاور الناتج منها؟ لا احنا بنحكي عن الميموري بشكل عام، هسه ما بنحكيش عن اللي في الادفانس ديجيتال. لو عندي انا ميموري، ماشي الحال، او خلينا نروح على هون حتى اسهل. ماشي، مثلا لو على سبيل المثال حكينا هيك، لو افترضنا انها هاي عباره عن ميموري على سبيل المثال، كم ادرس عندي؟ 1 2 3 4 5 6، ماشي، 6 صفوف. هاي عبارة عن ماتريكس في بعدين، ماشي الحال. الآن كل واحد من هذول الأسطر هو عبارة عن أدرس، هذا أول بعد. البعد الثاني شو هو؟ الأعمدة، صح؟ معي ولا لا؟ إذا 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 مش إذا الفكرة مش مفهومة بوصل لك إياها، مش مشكلة، بطريقة ثانية. خلينا نشوف طريقة ثانية. هاي الميموري، ماشي الحال، فافتراضا انه في عندنا في هاي الميموري عبارة عن نرسم من سكراتش اسهل. خلينا نعتبر هاي عبارة عن مصفوفة أرقام، ماشي الحال. كل واحد من العناصر اللي هون قديش عددها؟ 4، هو عبارة عن سطر. كم سطر عندي مختلف هون؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كل واحد من هذه الأسطر هو عبارة عن address في الميموري، تمام؟ فأكم address عندنا حسب الوضع تبعنا هون؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة addresses. طيب قديش كل address بوسع في البيتس؟ أربعة بيتس، تمام؟ إذا لو بدي أحسب حجم الميموري هاي في البيت أو في البايت شو بعمل؟ أربعة في خمسة. أربعة في خمسة، يعني بدي أربعة بيتس، كل واحد من الخمسة أدرس بوصع أربعة بيتس، فهذه السايز تبعها في البيتس هو عبارة عن خمسة ضرب أربعة، عشرين بيت، تمام؟ طيب لو نزيد عليها هاي الميموري راحت من مرة هاي. طيب راحت من مرة. بعرفش إذا هنا في edit undo. لو افترضنا انه كل لوكيشن مش أربعة ثمانية، قديش بصير حجمها؟ كل ادرس بدل الأربعة في ثمانية، قديش حجمها؟ قديش؟ هون عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كم بصير الحجم؟ خمسة بثمانية. خمسة بثمانية. طيب مهم، الثمانية عبارة عن بايت، معناته عبارة عن خمسة بايتس هاي، صح؟ هذيك ممكن نحسبها بالبايتس، نقسم العشرين على ثمانية مشان نحسبهم في البايت. إذا حجم الميموري أنا بعرف الرقم اللي هو اللي بنعطى معي في البيت أو في البايت هو عبارة عن رقم واحد، قديش عدد البيتس إن توتال، لكن عدد البيتس ان توتال هو مقسم الى ادريسز، ماشي؟ اللي راح تعملنا الادرس بس، اذا بتتذكر لما عملنا ميموري في الفيرولوج قسمنا الماتريكس اللي عندنا لادرس، وعدد البيتس اللي فيها هم عباره عن الادرس بس، ولا داتا بيتس اللي قديش الويدث تبعها. في حالتنا هون الويدث أربعة، ممكن نعملها ثمانية. طيب الان السؤال اللي هون اللي عندكم انا راح اساعدكم فيه، لانه اصلا شو حجم الروم المطلوب يعني شغله يعني مش كلاتكم راح تتشابهوا فيها، يعني مش الشيء الغريب ولا الشيء الصعب. طيب السؤال هون بقول using a suitable size ROM design a hex to gray code converter circuit. السؤال اللي بدي اسالك اياه هون بناء على التصميم المطلوب hex to gray code، ماشي؟ كم حجم الميموري بدون ما نحل السؤال؟ نقدر نعرف؟ مشان نعرف خلينا بأول إشي نروح على الhex to gray code، ماشي؟ هاي الhex to gray code، وانت بدك تساعديني مشان تعرفي قديش حجم الميموري. هاي الجري كود، هاي جدول الجري كود، تمام؟ هاي الانبوت في الجري كود الايكوفالنت الديسيمال ايكوفالنت اللي رح ندخله احنا 4 بيتس من 0 ل 15، وهاي الجري كود اللي هو الاوتبوت. من هذا الجدول تقدري تساعديني وتقولي لي كم حجم الميموري المطلوبه؟ عندك فكرة؟ مش مشكلة يعني، إذا ما عندكيش قولي، ما تنحرجي. إحنا أنا حليت دكتور، طلع 16 ضرب 4 اللي هي 64 مية في المية. 16 ضرب 4 اللي هي قديش بالبايت؟ 8 بايت. اتخيلي إنه كل واحدة من هذول 16 هي أربعات، فلو قسمتيهم على 2 وحطيت الأربعات جنب الأربعات وصفوا 8 في 8، مظبوط؟
64 بيت اللي هم 64 على 8 8 بايتس، هاي حجم الميموري المطلوبة. طيب بدي أسألك سؤال، ممكن إنه أنا أنفذ هاي الدائرة بميموري أصغر من 64 بايت؟ ها دكتور ممكن. ممكن كيف؟ أصغر أصغر من 64، مش 64 بايت، عفوا أنا آسف، أنا آسف جدا، أصغر من 8 بايت، أنا آسف جدا. طيب خلينا نعيد السؤال بطريقة ثانية، ممكن أني أطبق الدائرة هاي بدائرة على سبيل المثال بدل ما هي 8 بايتس هون أو 16 4 على سبيل المثال نعملها ب 16 بايت، يعني 16 وكل واحد في هذول عبارة عن 8، ممكن تتنفذ هاي الدائرة؟ نعم لا، وشو اللي رح يكون مختلف في حال إذا كانت نعم؟ دلينا شو بتفكري، دلينا شو اللي بدور في راسك. ما فهمتش انا السؤال على فكره. ايش السؤال؟ طيب السؤال ما فهمتيهوش. طيب نرجع على هاي، ماشي، هاي الدائره اللي عندنا عباره عن 5 ادريسز كل واحد عباره عن 4 بيتس، تمام. الان الميموري اللي احنا قررنا نستخدمها في حل السؤال كانت عباره عن 16 ادرس، يعني 16 واحد من هذول كل واحد فيه 4. السؤال اذا عندي ميموري اكبر، اذا عندي خانات اكثر، هل ممكن اطبق نفس الدائره ولا لازم فقط تكون حسب الحجم؟ السؤال الاخر اللي هو عكسه، هل يمكن تنفيذ الدائره باستخدام الروم بميموري اصغر من اللي احنا حسبناه ولا لا؟ واضح السؤال؟ هذا منيح، شغل هذا شغل الدكتور نعمل اصغر إذا كان في علاقة، إذا كان في علاقة بين الأوتبوت والإنبوت يومتها بنقدر نختصر لوكيشن. صحيح، بس ساعتها بتكونيش أنت منفذة على روم، ساعتها أنت بتطلع من سياق، يعني بتضطر أنك تضيف أول إشي هاردوير إضافي، ثاني إشي أنت خرجت من سياق السؤال اللي بيطلب حلها على روم. لما تحليها على روم أنت بس بتعطي الجدول اللي فيه الروم، ما بتحطيش ولا ربع أند جيت، صح؟ أنا معك ممكن تعمليها إذا في عندك ميموري صغيرة مشان تعوضي النقص اللي عندك، تحط additional logic gate عن طريق العلاقات، عن طريق انك تعمل minimization على سبيل المثال، ممكن هذا. بس السؤال ممكن نقص نقول فيه انه بدون استعمال اي هاردوير اضافي، طبعا زي ما انت حكيتي لا، بس ممكن نستعمل ميموري اكبر ببساطه، بحط البيتس اللي مش مستخدمه بحطها زيروز، ما اصلا ما فيش طالع منها output، او بحطها وانز اصلا ما فيش عليها اي connections. فاللي بهم في الموضوع هذا انه الحجم اللي بنحسبه هون اللي حسبناه هون هو عبارة عن الحد الأدنى من الميموري المطلوب للتنفيذ. فأحياناً منلاقيش أنه مثلاً عندنا 16 في 4، ممكن نلاقي أنه 16 في 8 نضطر أنه نستخدمها، تمام. أو أحياناً شو بصير، بكون عندي عدد الـ output functions 5 أو 6، مش راح ألاقي الميموري فيها 16 في 6، بلاقي 16 في 8، فراح يكون في عندي شوي صغيرة زيادة. لما أحسب حجم الميموري بدي أكون عارف شو زيادة اللي عندي، تمام؟ فهذا بما يخص إنه كيف نحسب الروم، هاي جاوبت. تمام، يعني حلي صح طلع. يا إن شاء الله، تمام. خلاص يعني فيش داعي تجاوبوه هذا، وأقولكم جاوبوه مش مشكلة. جاوبوه، بحسب لكم علامة. طيب، بالنسبة للتوقيت اللي هون، واضحة الأمور عندك؟ شو بده يصير؟ أنا ما بدلشتش بالسؤال الثاني والثالث. هو لازم، طب واضح، انا بدناش نحله، واضح التوقيت شو بده يصير؟ ماذا، ما قرات السؤال، ما قراتيهوش؟ طيب اقراي، بدناش انه وقت الشرح اللي بدنا نشرحه يعني يكون ناخذ وقت اكثر على على الهوم ورك. اذا هذا السؤال تغلبتي فيه بعد العيد، انتوا تسليمكم وينتا؟ تسليمكم الاسبوع الجاي، مش راح نلتقي بآخر الأسبوع الجاي، مزبوط؟ يعني هاي
مش راح يكون معاكم مجال تسألوا على الأسئلة غير على طريق المودل. طيب خلينا أشرح السؤال هذا على السريع. في عندك هنا الستيت دايجرام هذا، ماشي، شرح كاملا عليه موجود في التسجيل اللي أنت حضرتيه، بس أنا بدي أفسر هون مسألة التوقيت. فالريست بين أول شيء الكلوك عبارة عن 20 تايم ستيب، البيريود تاعتها مفسرة هاي بالتسجيل السابق، والسيميوليشن بخلص بعد 300 تايم ستيب، يعني مدة السيميوليشن 300، ماشي. الآن في ال 300 هذول بالنسبة للريست لازم يكون اكتف بتوين 70 و120. هسه بضل فترة من 120 لل 300 بدنا نعرف شو بدنا نحطه فيها أو شو قيمته بدها تكون فيها. اللي بدنا نعمله إنه بدنا نغيره مرتين بالفترة اللي بعد ال 120 لل 300 بأوقات من اختيارك، أنت بتختار الأوقات، بس المهم إنه بالفترة ما بين ال 120 لل 300 إنه يتغير مرتين، تمام؟ ونفس الإشي بالنسبة للـ input، الـ input لازم يكون واحد من الفترة 0 ل 100، لكن بعد ال 100 لل 300 المفروض إنه يتغير مرتين بأوقات من اختيارك، تمام؟ بالنسبة للتوقيت أيضاً التوقيت هون توقيت مطلق مش تراكمي. واضح دكتور. ممتاز. ماشي الأمور. نرجع لل PowerPoint اللي عندنا. تمام، وبدنا نبدأ بالـ RTL design لكن بـ example، ماشي الحال؟ لأن زي ما حكيت لكم المرة اللي فاتت هذا الـ example طويل، فبدكم تطولوا بالكم معي، نمشي بالأمور شوي شوي. هذا design example على الـ RTL، ماشي؟ نص السؤال، معطينا النص، فقط النص رح يعطيني إياه، مش رح يعطيني أي معلومات أخرى. الآن بعض النص فيه هون شوية تفسيرات، لكن هاي التفسيرات مش جزء من السؤال، تمام؟ الآن شو المفروض إنه يصير بعد ما إنه نحط هاي الأمور؟ المفروض إنه يكون عندنا نوع ما من التصور لشكل الداتا باث سيركت، شو الانبوتس اللي راح تاخذها، شو الاوتبوتس اللي راح تطلعها، الكنترولر شو شكل الانبوتس والاوتبوتس إلها، تمام؟ بعد هيك بدنا نفصل في موضوع دائرة الداتا باث والكنترول، ماشي، هاي الكنترول هاي الداتا باث، ماشي الحال. بدنا نعمل الـ ASM chart مشان نقدر من خلال الـ ASM chart إنه نكون دائرة الداتا باث، كذلك الأمر إنه نكون دائرة الكنترولر، تمام؟ فعندنا مثال آخر، بس بدنا بالأول نرجع نقرأ نص السؤال. فهي الشغلات اللي بدنا نعملها، تمام؟ هاي هذا الديزاين اللي إحنا بدنا نعمله في للإكزامبل، تمام؟ فطولوا بالكم وخلينا نقرأ السؤال. السؤال بقول كالتالي: Design a digital system with two flip-flops. عند هون ما عندناش أي مشكلة. E and F. E and F هما عبارة عن flip-flops. تمام. تمام، كمان بده 1 4 bit binary counter اسمه A. فصار عندي ثلاث شغلات الآن: 2 flip flops E و F، 1 4 bit binary counter، 2 flip flops and 1 counter.
The individual flip-flops in A are denoted by A4, A3, A2, A1. شو هم هذول؟ هذول عبارة عن الفليب-فلوبس الموجودة في الباينري كاونتر A. فأسماء البيتس هم عبارة عن 4, 3, 2, 1. هون لازم أنا بحكم لشغلة صغيرة إنه في اختلاف. هذا السؤال لأنه برضو في الكتاب. الكتاب بفترضهم A3, A2, A1, A0. اللي يعني الأسماء مختلفة ما بين السلايد وما بين الكتاب. ماشي؟ With A4 holding the most significant bit of the count. A start signal S initiates the system operation by clearing the counter. هون بلشنا في signals للكنترول. ففي عنا signal اسمها start, pin اسمه start. هذا start initiates the system operation. شو بيعمل؟ بخليك تبدأ في السيكونس اللي عندك, وأول شغلة بيعملها بيعمل clear للكاونتر A, بصفر الكاونتر A, وكمان بصفر الفليب فلوب F هو اللي هون. E ما بعمل فيه شيء. The counter is incremented by one starting from the next clock pulse and continues to increment until the operation stops. تمام؟ Counter bit A4 and A3 determine the sequence of operation as follows. معطيني sequence من السؤال. الآن معطيني شوية conditions. هذولا الconditions من نص السؤال مش تحليل. زي ما حكيت أنا قبل شوي. من نص السؤال معطيني على شكل statements يعني مريحني. إذا A3, شو هو A3؟ A3 اللي هو عبارة عن البت من الكاونتر. If A3 is equal to 0, E is clear to 0 and the count continues. أوكي؟ بلش هنا مجموعة من الF statements. هاي أوضح إنها تنحط بالفلو chart من ما إنه إحنا نقعد نستوعب فيها بشكل نص. لكن راح نقرأها في كل الأحوال. إذا كانت A3 تساوي 1, E is set to 1, then if A4, then if A4 تساوي 0, the count continues. But if A4 is equal to 1, F is set to 1 on the next clock pulse and the system stops counting. عنده شروط كثير. واضح انه في شروط تعتمد على شروط اخرى. تمام؟ بعدين if S تساوي 0, the system remains in the initial state, لكن اذا S تساوي 1, the operation cycle repeats. تفاصيل كثير. السؤال المهم, هاي الدائرة شو بتعمل؟ أوكي, واضح جدا من النص اللي هون إنها هذا عبارة عن exercise مشان نشوف قدرتنا على عمل flow chart, مش مشان إنه هاي الدائرة بتكون بعمل معين. ماشي؟ لكن خلينا في البداية نلخص شو الشغلات الموجودة عندنا. ماشي؟ بدنا الآن نصنف كل الأشياء الموجودة عندنا, يا إما راح تكون جزء من الداتا باث, يا إما راح تكون جزء من الكنترول. ماشي؟ كل إشي بنيجي عليه الآن بدنا نقرر هل يكون من الداتا باث ولا هل يكون من الكنترول عشان نقدر نعمل هاي السيركت. تمام؟ ماشي الحال. أول واحد من الأجزاء بالنسبة للفليب فلوبس اللي هو طلبهم E و F والكاونتر, هل هذول عبارة عن سيجنالز تعطي أوامر أو للتحكم, ولا هي عبارة عن جزء من عملية المانيبوليشن والتغيير في الداتا؟ قولوا رأيكم وشوفوا شو وليش. أهم من الرأي اللي هو ليش المبرر. هل E و F والفور بيت كاونتر راح يكونوا جزء من دائرة الداتا ولا جزء من دائرة التحكم؟ هذا أول سؤال بدنا نسأل. تحكم دكتور, جزء من دائرة التحكم. ليش يا هدي؟ مش تحكم لفضل. قصدك داتا, ما هي هاي برضو بدي أسألك ليش داتا, ما تقوليش تخربشت أخرى مرة. تخربشت عيد عندكم لأنه ليه طلع الصوت؟ لا انا في اول المحاضره لانه
الكهرباء راح الكهرباء راح تقطع فجأة، يكون عندي فرصة إن أعيد كل سنة وأنتم سالمين الجميع، عشان وبالتالي أنا يعني هدية، فكل سنة وأنتم سالمين، أنتم أهاليكم وحبايبكم كلاتكم سالمين إن شاء الله. طيب نرجع للموضوع تبعنا، الموضوع المهم اللي هو هل راح يكون من جزء من الداتا ولا جزء من الكنترول؟ الأهم من الجواب الليش، التبرير تبعها. تفضلي. لأنه بالشريحة اللي بعدها صرنا نغير نحن بال A4 و A3 وهدول، ويتغير بعدها ال E وال F، يعني ما نتحكم، يعني هي داتا. أوكي هذول عبارة عن هذول عبارة عن داتا. طيب ماشي الحال، هم عبارة عن داتا صحيح، ماشي الحال. طيب إذا بتلاحظي هون ماشي الحال، بدي على سبيل المثال عندي هون مثلا start signal S، هل هاي start control ولا data؟ control هاي، لأن هي اللي بدها إنه حسب قيمتها بدها تنفذ المطلوب. نعم صحيح 100%، شكرا يا دينا. دينا ساعديني في اللي ساعديني في اللي وراها. by clearing the counter A، الكاونتر A بده حدا يصفره، هذا الحدا اللي بده يصفره، هاي الإشارة اللي بدها تصفره، هل هي داتا ولا هي كنترول؟ كنترول. كنترول تمام. فإذا بلزمني سيجنال لتصفير الكاونتر، ما إحنا مش بس نعمل كاونتر عادي، نعمل له ريسيت. لما نصمم كاونتر في اللوجيك العادي، جزء من التصميم في بعض الأحيان بيكون عبارة عن الريسيت. هون الريسيت هذا عبارة عن أمر، أنا بدي أعطي هذا البن، أعطيه سيجنال، أعطيه أمر إنها تعمل تصفر الكاونتر. وكمان في عندي تصفير للفليب فلوب F، فعدوا معي شو صار عندي كنترول سيجنالز. عندي S اللي هي الستارت، عندي الريسيت للكاونتر، عندي الريسيت للفليب فلوب. ماشي نكمل. الكاونتر is incremented، الكاونتر بده حدا يقول له اعمل increment ولا لا؟ بده حدا يحكي له. اوكي ممكن نحطها بشكل منفصل، هاي عبارة عن signal، وممكن مرات نعتبرها جزء من الكلوك، انه دائما بيعمل increment على كل كلوك حسب ما كيف بدنا نعمل الفلو chart. لكن ممكن الاسلم انه احنا نحط signal تقول للكاونتر increment، ماشي الحال. فهاي ممكن نضيفها كمان على الكنترول سيجنالز. طيب نروح للجزء اللي وراها. طيب if A3 is 0 E is cleared، بلزمنا انه الE نعمل له clearing، ما هو E عبارة عن flip flop. ماشي فبدي clear للE، وبدنا كمان set للE، مش فليب فلوب نعمل له كلير او ريسيت، كمان بدنا نعمل له سيت which means change to 1، بغض النظر عن نوعه بدنا نخليه قيمته تساوي 1. تمام اوكي. اف ذا كاونت كونتينيوز، هاي الكاونت كونتينيوز مش شيء جديد، مرتبطه بالانكريمنت لمين؟ للكاونتر القديم. ماشي اف از سيت، الفليب فلوب اف كمان بده سيت. ماشي to the next clock back and the system stops counting. طيب خلينا نشوف الديجرام المحلول ونشوف هل توقعاتنا صحيحة ولا لا. هاي الديجرام، هاي دائرة الكنترول، هاي دائرة الداتا باث. عندي موجود داخل الداتا باث الكاونتر A، الكاونتر الفليب فلوب E والفليب فلوب. تمام هذولا توقعنا صحيح في محله، موجودين في الداتا باث. نشوف الكنترولر، الستارت عبارة عن كنترول سيجنال، هيها موجودة على الكنترولر. ماشي لاحظوا كمان انه الفليب فلوب اي اللي هو تو كنترول سيجنال، واحدة تعمل له كلير وواحدة تعمل له سيت حسب السؤال. كمان الفليب فلوب اف اللي له سيت ما إلوش كلير. ليش ما إلوش كلير؟ لأنه ولا جزئية من الجزئيات تبعين السؤال
إذا لاحظتوا هون إذا بتعيدوا قراءتها مرة ثانية مش راح تلاقوا إنه الفليب فلوب F في مرحلة من المراحل قال لي لازم تعمل له ريسيت، فقط بده إياني أعمل له سيت بناء على كونديشنز معينة. فعشان هيك ما إله كلير. ليش ما إله كلير مرة ثانية؟ لأنه قراءة نص السؤال فيش ولا أي جزئية تحكي إنه إذا صار في عندي كونديشن معين لازم إني أعمل ريسيت لF. بينما E حكى هيها مثلا if A3 تساوي 0 E is cleared, E is set, F is set. ماشي، حتى راجعوا هناك السؤال مرة ثانية ما راح تلاقوا إنه في جزء بيحكي إنه F لازم يكون له reset pin. وحتى لو حطينا إنه F له reset pin لما نعمل دائرة الكنترولر ما راح نلاقيها أصلا، يعني بتشتغل بالشكل اللي المتوقع. عندي increment لل A. أظنك إنه أنا كلامي خطأ هون، لحظة أشوف. F is set، في أي واحدة منهم تقول إنه F is reset؟ Okay, the counter increment for the next operation continues to increment. The operation stop counter A4 determine the sequence of operation. Okay, if A3 is cleared to zero and the count continues, if the A3 you say one, E is set to one, then A4 zero, the count continues. But if A4, F is set to one on the next clock pulse and the system, okay, if the S to say zero remains, okay. هون فيش F is reset مباشرة، بس هون في عنا clear A after F. Clear AF. نشوف هذا شو هو اللي clear AF. اوكي شايفينها هون اول واحدة. A start signal S initiates the system operation by clearing the counter A and flip-flop F. ففي عندي clear the flip-flop F. بس هون حطها clear AF. ماشي الحال. Clear AF هي clear the flip-flop F. بس ليش حطها هيك مع بعض؟ لأنه بدي أعمل clear لل counter ولل flip-flop مع بعض. اعتبرهم signal واحدة بدل two signals. واضح ليش عمل هيك؟ أعيد. في أول السؤال بقول التالي: A start signal initiates the system operation by clearing the counter and flip-flop F. فممكن إحنا لأنه إحنا designers ممكن نقول إنه أنا بدي reset لل counter لحالها وبدي reset لF لحاله، أو إذا حابب إني أختصر ممكن إنه ال counter والflip-flop عملهم سيجنال واحدة بسبب إنه ما في عندي أي شيء باقي في السؤال بده يعمل ريست لإف لحاله، يعني فقط عندي الريست للكاونتر والفليب فلوب مع بعض. فهون إحنا عنا two options whether to choose them individually or to combine them as one. هو مختار إنه يعملهم combination as one لأنه ما بلزم يتحكم بكل واحد على حدة. تمام؟ فلهذا السبب حاطط هون اللي هي clear AF وحاطط كمان increment A. تمام؟ فأمورنا تمام ناحية الكنترول سيجنالز. clear E بتصفر E، set E بتعمل E تساوي 1، set F بتعمل F تساوي 1، clear AF بتصفر F وبتصفر A مع بعض سوية، وincrement A بتزيد على A. تمام؟ الآن بدنا نشوف الكنترولر بناء على ايش بده يعطي هاي السيجنالز المناسبه، وهذا الكلام ملخص هون. اول واحد من الكونديشنز انه اذا في عندي ستارت لازم اصفر الكاونتر واصفر الفليب فلوب اف، هاي واحده. اثنين فبالتالي لازم اني اشوف هاي السيجنال، اذا صار عندي ستارت لازم اني اعطي الكلير اي اف يكون ريسيت للكاونتر وريسيت للفليب فلوب. تمام؟ بس هاي مش سيجنالز بترجع من الدائرة أو بترجع من الداتا باث لدائرة الكنترولر، لأنه ستارت هي مرتبطة فقط في دائرة الكنترول. نشوف شو اللي بيرجع من الداتا باث على الكنترولر مشان تعمل الديسيجنز المطلوبة. مثلا إذا A3 يساوي 0 قيمة A3 في الكاونتر تساوي 0،
هاي قيمة A3. A3 أو A4 و A3 و A2 و A1 هذول عبارة عن البيتس تبعين الكاونتر. فبالتالي بما أنه في عندي F condition مرتبطة في البت رقم 3 من الكاونتر، لازم هاي البت دائما أطلع عليها، لازم دائما الكنترولر يطلع عليها وشوف شو قيمتها. عشان هيك بلزمني أني أرجع A3 قيمة A3 من الداتا باث ورد أغذيها كمان مرة لدائرة الكنترولر مشان دائرة الكنترولر يتبع عليها. تمام؟ هذا ليش عملنا A3؟ لأنه هو بقول إذا A3 يساوي 0 أو إذا A3 يساوي 1 لازم نفحص. تمام؟ الشغلة الثانية اللي لازم نفحصها اللي هي A4. إذا A4 يساوي 0 the count continues but if A4 يساوي 1 F is set. بمعناته إنه A4 لازم كمان يتم فحصه. فهاي عندي A، لاحظوا هون شو حاطط A2 و A3 صح؟ مذكرين قبل شوي حكيت لكم إنه الكتاب معتبر إنه الـ most significant bit A3، يعني ترتيبه للبيتس A3 A2 A1 A0، والمثال اللي هون بيحكي إنه أسماءهم هي A4 A3 A2 و A1 ماشي. فالمفروض إنه يتم تعديل هون في السلايدز، بس واضحة الفكرة إنه بده يتطلع على البيت رقم الموست سيجنيفيكانت بيت واللي قبلها 4 و 3، إذا غيرناهم على التسمية الثانية الأخرى بتصير 3 و 2 ماشي الحال، مشان يتم بناء عليهم عمل decisions. في أي إشي غيره في السؤال بدنا نعمل له monitoring من دائرة الداتا باث؟ هاي FA3 FA3 FA4 A4 تمام؟ في شيء غير هذول الثنتين معي ولا لا؟ لعند هون هاي هذول الثنتين راجعين من الداتا باث راجعين ل دائرة الكنترولر. الكلوك مشتركة للجميع، لازم كل سيستم يكون كلوكت ماشي. وهي عندي ريسيت لبوث بارتس، هذا ممكن انه ما نحطه لكن الكلوك ضروري. لعند هون مين فاهم؟ مين مش العكس، مين مش فاهم مين فاهم؟ فاهمين دكتور الحمد لله. فاهمين؟ عطاطرة شو أخبارك؟ ما عندي كثير تمام دحين. وين وصلت معنا؟ والله إني مركز بس ما عم بشارك. مش مشكلة، مخربش الأمور شوي صغيرة. أنا بحاول إنه يعني بديش أعطيكم حل جاهز، أنا قاعد بحاول إنه أفكر زيكم ماشي، بس بشوي صغيرة بطريقة التفكير بحاول إنه أنتوا توصلوا للجواب بدل ما أنا أعطيكم إياه، يعني أنتوا تستنتجوا الجواب بدل ما أعطيكم إياه. فإحنا مثلاً هون حذرنا هذول السيجنالز ماشي الحال، واحد اثنين ثلاثة، هذا نسينا نحذره مع بعض إنه بدنا كلير، لأنه كان حاطط هذا الشرط حاطه في بداية السؤال، السؤال طويل ماشي الحال. إحنا بس جينا طلعنا على هذول ونسينا الفوقانية إنه لازم له ريسيت، فاستنتجناهم هذول. استنتجنا برضو إنه هذول لازم يكونوا ضمن دائرة الداتا باث، واستنتجنا برضو إنه في 2 بيتس لازم يرجعوا من الداتا باث لدائرة الكنترول مشان يتم عليها الديسيجن. هاي جميعها الاستنتاجات تاعتنا. طبعا شو بده يعمل هون الاف ستيتمنتس اللي بدها تصير على A3 A2 او بين قوسين حسب تعبير السؤال A4 A3، شو الكونديشنز اللي بدها تتم عليها مشان يطلع السيجنالز المناسبه؟ هاي رح نشتغلها، لكن في الوضع يعني كدائره بهذا الشكل احنا قدرنا انه نعملها كبلوك دايجرام، وهي مهمه. هذا البلوك دايجرام مهم ليه؟ لأنه دائرة الكنترولر اللي عندك، دائرة الكنترولر اللي عندك ما بتقدر تصممها بدون ما تعرف الانبوتس والاوتبوتس اللي لها شيء. هاي شغلة مهمة جدا. دائرة الداتا باث اللي هون سهلة جدا انها ترتسم، بدها الشغل. عندك كاونتر مع كل البنز اللي له، عندك تو فليب فلوبس ماشي بغض النظر عن نوعهم شو هم، في لهم ريست وفي لهم سيت ماشي. والسيجنلز اللي هون هي اللي بتنشبك مع هذول بحيث انها تعمل الفونكشناليتي المطلوبه. بمعنى اخر ما في عندنا شغل كثير في دائره الداتا باث، الشغل الاكثر راح يكون في دائره الكنترول. How would you design this circuit to operate based on these conditions to initiate the appropriate control signals؟ هذا هدفنا الان،
تمام. اذا نطلع هون بنلاقي دائره الداتا باث هاي عباره عن الكاونتر ماشي، هذا كله داخل الداتا باث، وهي عباره عن الفليب فلوبس. طبعا بنستعمل جي وكي، واحنا بنعرف بالنسبه للجي وكي كيف نعمل له سيت وكيف نعمل له ريسيت ماشي. فمثلا هاي هون سيت اي للجي ماشي، بنعرف انه 1 دونت كير. عندي الريسيت للكلير لل على الكي ماشي. بالنسبه للاف السيت الى وين هي، وطلعوا على كلير اي اف اللي هي بدنا نعمل كليرنج مع بعض لثنتين. بدي اعمل كلير للجي كي فليب فلوب، وبنفس الوقت نفس السيجنال من هون اخذ لها كلير للكاونتر، فسيجنال واحده. لو كان عندنا تو سيجنالز او قررنا نعمل سيجنال منفصل لكل واحد، بدي كمان اديشنال كنترول واين. هاي الانكريمنت للاي، هاي عباره عن الاوتبوت تبعين الكاونتر بخرجوا لبرا، وهي عباره عن التو لاينز اللي خارجين من A4 A3 او اذا بدكم تسموهم A3 A2 على اعتبار انه هاي A1 وهي A0، بدهم يرجعوا كمان مره لدائره الكنترولر. دائره الكنترولر فيها الستارت A2 و A3، هذا لانها من الكتاب A4 A3 بلغه السؤال كانبوتس، وعندها هذول كاوتبوتس. فالشغل الان هو شو بدنا نعمل هون. هاي الدائرة انعملت وسهلة جدا انها تنعمل، ما بدهاش كثير. كل هي عبارة عن انك تحط الكومبوننتس اللي عندك اللي في الداتا باث عفوا وتوصلها بالاشارات المناسبة اللي جاي من دائرة الكنترول. فما عندنا هالشغل اللي كثير في دائرة الداتا باث في هذا السؤال. الشغل الاكثر في دائرة الكنترول. الان السؤال اللي بدي اسالكم اياه، هل لديكم اي فكره؟ تفضلي. الجاكي هو حددها ولا نحن هيك اعطيناه من عندنا؟ إيه مثلا ممكن تعملي على سبيل المثال دي فليب فلوب مثلا، او تعملي له سيت. ممكن، بس بالنهايه إيه لو بدك تعملي دي فليب فلوب رح تضطر انك تحطي هنا ريسيت سيجنال له للدي فليب فلوب. اه اوصلها مع ريسيت فقط. بالضبط. فيعني الجاكي حددها، يعني فيش شيء بنص السؤال هون بكون لازم تستعمل جاكي. بس لو بدنا على سبيل المثال في المستقبل نستعمل فليب فلوب ونقول له هذا سيت وريسيت، ممكن نستعمل الجي كي بنفس الطريقه هاي، لانه عن طريق الجي 1 دونت كير او الكي دونت كير 1 بالنسبه لقيم جي وكي انه نعمل سيت او نعمل ريسيت. تمام. فاذا بتحب تستعمل فليب فلوب اخر مثلا تي، موضوع السيت له راح يكون اصعب، لانه تي توجل بتعتمد انت على القيمه السابقه، فبدك تشوفي شو تعملي بحيث انه تضمني دائما القيمه تساوي 1. او ممكن تستعملي دي فليب فلوب بحيث انه مثلا اذا بدك تعملي سيت لاي تعطي مثلا هون تكون هاي اكتف هاي تكون 1، فعلى النكست كلوك دائما راح تعطي 1. اذا بدك تعملي كلير ايرور بيلزمك تعملي ريسيت للدي فليب فلوب. تمام. فهون ما فيش اجبار على نوع الفليب فلوب، لكن هذا سهل. تمام دكتور. تمام ماشي الحال. السؤال اللي بدي اسالكم اياه الان، هل لديكم اي فكره كونكم درستوا ديجيتال لوجيك ديزاين وعندكم شويه خبره كمان بالادفانس ديجيتال من خلال الفيرلوج كودينج ماشي الحال، وعندنا كمان بعض المناقشات لدوائر، حكينا عن شويه دوائر متقدمه، هل لديكم اي فكره كيف راح نصمم هذا الجزء؟ مشان اعطيكم هنت على التفكير، بدي اياكم اول سؤال تجاوبوا حالكم عليه مشان نعرف كيف نصمم هاي الدائره. هل الدائره هاي هي راح تكون كومبينيشنال يعني بيور اند اور جيتس، ولا بلزم انها تكون سيكونشال؟ هذا اول سؤال لازم تجاوبوا. بناء على جوابكم بتفكروا خطواتكم في التصميم، انه كيف ممكن تتصمم. فاذا بدنا نصممها كومبينيشنال، اذا بزبط نصممها كومبينيشنال كيف ممكن نصممها، واذا لازم نعملها سيكونشال، او ليش لازم نعملها سيكونشال، يعني ليش نروح نكبر الديزاين تاعنا هو بلزموش، ليش بدنا نعملها سيكونشال، وبناء على ايش وكيف بدي اربط ما بين الانبوتس اللي هون
والoutputs في هاي الدائرة based on sequences اللي عندي. خذوا لكم دقيقة فكروا في الإجابة. أي اقتراحات؟ بشكل أساسي هل نعملها combinational ولا نعملها sequential؟ شو رأيكم؟ sequential. sequential. ليش يا هدي؟ هيك شكله هيك تبدو. عندك إحساس مش معقول تكون combinational. الدنيا مش حلوة لهالدرجة تجي الأشياء بسهولة. انه متخيلة انا تكون دي فليب فلوب دي فليب فلوب هيك اشياء تانية لا تكون سيكوينشال. طيب اي حدا بأيد هديل؟ ممكن تكون خطأ، ممكن تكون الدنيا سهلة. طيب اي حدا ما عندوش رأي؟ عطاطرة ما عندكش رأي؟ نيوترال انت في الموضوع اليوم. ماشي هديل. حتى اللي ما عندهم مش رأي ما عندهم مش رأي، انا بقول مين ما عندوش رأي برفعوش ايديهم برضه مش مشكلة. على كل الأحوال. طيب خلينا نفترض انه هي كومبينيشنال. افتراض الدنيا تجربة وخطأ، خلينا نفترض انها combinational بمعنى انه العلاقه ما بين الانبوتس والاوتبوتس هون هي عباره عن علاقه مباشره من خلال continuous assignment او من خلال logic gates. ماشي الحال. الان اذا بتتذكروا في بدايه السؤال اول شيء بده يعمله بده يصفر العداد، مزبوط؟ فصفر العداد. بما انه صفر العداد معناته شو قيم A3 و A2 راح تكون؟ هاي لازم يجاوبون عليها. شو لازم تكون القيم بس نصفر العداد؟ أصفار دكتور. أصفار 100% لما تكون أصفار. طيب أصفار راح تكون ثابتة ولا متغير؟ بمعنى أنه دائما أصفار ولا ممكن بأي حال من الأحوال أنها تصير 0-1؟ لا دائما راح تكون أصفار. أول ما تعملوا ستارت على طول هاي بتصير أصفار. الكونديشنز عندكم للانتقال من الست للريست للمجموعة الفليب فلوبس هاي
مع الانكريمنت للكاونتر راح تكون مرتبطه بالستاتس تعين A2 و A3 مظبوط. وبالتالي اذا هدول دائما اصفر انت راح تعطي نفس الديسيجن دائما هون مش راح يتغير. هاي وحده من الشغلات. الشغله الثانيه او وحده من الاسباب، السبب الثاني ليش الدائره هي ما بزبط انها تكون كومبينيشنال، انه اطلعوا على نص السؤال خاصه هون. If A3 يساوي 1 E is set to 1 then، بعد هيك هاي كلمة then هاي تجيش في الكومبينيشن. If A4 تساوي 0 the count continues. تمام؟ فبنا نفحص 1 وبعدين نرد نفحص كمان 1. ممكن واحد يقول اوكي ماشي ممكن انه اعملها انا مثلا عن طريق الجيت ان اشوف انها صفر ولا واحد واعمل هذيك كونديشن وراها. صحيح بتفق معك 100% ماشي الحال، بس لو اتفقنا انها هي بتنعمل خلينا نشوف مشكله ثانيه في نص السؤال. ماشي. The counter is incremented by one starting from the next clock pulse and continues to increment until the operation stop. شو رأيكم الآن؟ في مجال ظل للكومبينيشنال؟ لا. إيش مجال؟ فبالتالي هاي دائرة سيكوينشال. طيب بما إنها دائرة سيكوينشال بلزمنا إنه نعرف أكم دائرة سيكوينشال معناته ستيتس، أكم ستيت مختلفة موجودة في هاي الدائرة. بدنا نعمل أنا وياكم زي هذا. زي هدول ماشي الحال. كل مربع من المربعات هو عبارة عن state، فأكم state مختلفة بتلزمني؟ ليش لازم أعرف أكم state مختلفة؟ لأنه بناء على عدد الستيتس المختلفة الدائرة عندي بتحدد عدد الفليب فلوبس اللي إلها. مثلا لو كان فيها one state بلزم أو two states بلزمني one flip flop، three states two flip flops، لعند four states two flip flops، أكثر من أربعة ستيتس، أقل من ثمانية، 3 فليب فلوبس، على أساس أن أعمل الكودينج لكل واحد من الستيتس تبع الفليب فلوبس. طبعا هذا الحد الأدنى، ممكن أنك تستعمل 1 فليب فلوب بير ستيت زي ما رح يجي نشوف بعدين. شغلة بتسهل الحل كثير، لكن الآن إحنا معنيين نعمل الـ ASMD chart. ماشي؟ فكيف بدنا نعمل الـ ASMD chart؟ خلينا نقرأ السؤال ونستنتج وبعدين نروح نشوف الجواب. أول إشي بحكي لي في عندي start، هاي بتستاهل إنها تكون state لحالها. ماشي؟ الآن start عبارة عن state لحالها، عدوا على أصابعكم هاي واحد. أثناء هاي state مجرد ما تصير هاي state الـ input تبعها S، مجرد ما تصير هاي state رأساً إحنا لازم نعمل clear لـ A و F، فهي أحداث لازم تصير في الستيت الأولى. تمام؟ وبعدين عندي هون بهاي في البداية بصير clear، بعديها الـ counter is incremented by one from the next clock pulse. قولوا لي بما أنها from the next clock pulse هل هي بنفس الستيت ولا لازم تكون في الستيت ثاني؟ المفتاح اللي هي next clock. احنا حكينا انه ستيت الوحده عباره عن بلس وحده، بما انه عباره عن نيكست كلوك بلس معناته هي عباره عن ستيت ثاني اللي فيها كاونتنج. تمام؟ until the operation stop. ماشي الحال. هاي اذا هاي عندنا صار تو ستيتس. اذا A3 is clear to zero and the count continues، هاي if A3، بمعنى انه لازم نفحص ستيتس تبع A3 في الستيب الثانية نشوفه إذا شو قيمته. ماشي. إذا تساوي 0 E is cleared and the count continues، بستمر العد. إذا A3 يساوي 1 E is set then if A4 تساوي 0. هل هاي next state يعني state جديدة ولا لا على A4؟ إحنا بنقدر نعمل two conditions in one state، فمش بالضرورة أنها تكون state جديدة لأنه لسه ال count continues. تمام؟ But if A4 يساوي 1 F is set to 1 and the next clock pulse
on the next and the system stops counting. تمام؟ عندي stops counting. خلينا نشوف كيف هو عامل الستيتس. زي ما توقعنا ولا لا؟ احنا توقعنا يكون في عنا state للstart وعنا states للincrement وفي عنا بعض الconditions اللي عليها وفي عندي هنا عندي اشي اسمه stop counting عبر ما ينتظر signal الاول وجديد. فهاي الـ ASM chart أكم لوك مختلف. عنا هذا اللي بالأزرق عبارة عن واحد، اللي بالأحمر عبارة عن اثنين، وعنا كمان واحد هذا باللون البنفسجي عبارة عن ثلاث، ثلاثة states. سؤال، هل ممكن إنه واحد يعمل الدائرة بعدد states مختلف؟ نعم ممكن، بحقق نفس الأوبريشن، بيعتمد شو اللي بعمل فيه. تمام؟ لكن خلينا نروح لأول state. كل واحدة من الستيتس اللي هون معطيها رمز. إحنا عنا ثلاثة، واحدة تنتين ثلاث. معناها مشان نعمل هاي الدائرة، مشان تعمل أي دائرة فيها 3 states بلزمك 2 flip flops 2 bits. فهي عاملها coding 0 0 0 1 و 1 1. ليش محطاش 1 0؟ ما يعني فيش أي إشي بقول إنه لازم تكون 1 0. الإشي الوحيد المهم إنه كل وحدة يكون إلها اسم مختلف عن اللي قبلها، يعني ممكن تسمي هاي 1 1 لو حبيت. المهم يكون له تنتين بنفس الاسم. تمام؟ فهي عندنا 3 states. الستيت الأولى بدها تأخذ من الـ input start. ماشي؟ فأنت هون في initial state، في أول state، متى بتنتقل لـ state اللي بعديها؟ إذا الـ user كباس start. فبالتالي وأنت في الـ initial state بدك تسأل حالك السؤال، هل في عندك start ولا فيش عندك start؟ إذا فيش عندك start بدك ترد ترجع كمان مرة وتضلك في الستيت الأولى. واضح؟ مش راح تنتقل لأي state بعديها إلا إذا كان عندك start يساوي 1، وهذا حسب نص السؤال ليك بقول. فبالتالي initial state إذا بتطلع عليها الانبوت تبعها أول واحد من الانبوت اللي هو S. تمام؟ طبعا هون حاطط T0 هو عبارة عن اسم، T0 T1 و T2 عبارة عن أسماء أيضا برمزوا للpulses اللي راح تيجي عندكم، فهذا time يساوي 0. ماشي؟ لكن أول input للinitial state هو S، line S أو S prime إذا شئتم. طبعا في عنا input ثاني راح يجي اللي هو لما الدائرة تخلص بالآخر، بعد ما تخلص الدائرة إنه ارجع للstart. لما قلنا إنه counting stops and the circuit remains in operation until whatever. فهي عنا الـ initial state. الآن إذا S تساوي واحد، إذا كانت S تساوي واحد حسب نص السؤال شو حكالنا نعمل؟ نرجع للنص مرة ثانية. A start signal S initiates the system operations by clearing the counter and flip-flop F. بالتالي أول إشي لازم يصير لما السيجنال عندك تكون 1 إنه لازم A يصير يساوي 0 و F يساوي 0. لعند هاي النقطة هل هناك أي استفسارات ليش عملنا هيك؟ من S 0 على A 0 على F. أنا أحكي لكم شو سؤال بخطر ببالكم، ليش ما حطناش أشياء ثانية هون بعد الزيرو والزيرو؟ طبعا جوابه هذا السؤال في السؤال نفسه، إنه a start signal initiates the system operation by clearing the counter A and flip-flop F. شو بقول بعدها؟ The counter is incremented by 1 starting from the next clock pulse. فيش عنا إشي هون يعملوا غير هدول. فبالتالي next state لازم يكون فيها increment the counter by 1. وهي زي ما انتو شايفين هاي state، أول إشي ندخل على هاي state من هون،
increment the counter by 1 A تساوي A زائد 1. تمام؟ الآن شو رح نعمل خلال هاي ستيت؟ نرجع لنص السؤال. ستيت رقم 2 starts from the next clock pulse and continues to increment. بضلوا يزيد لعند نهاية الأوبريشنز. يعني واضح هون إنه مش رح يطلع منها لو إنه وقف عند هون. بس المشكلة إنه ما وقف عند هون وبقول إنه هو رح يظل يزيد طالما ما لاقاش أي من الشروط التالية. إنه بما إنه A4 و A3 عبارة عن 2 bits من العداد وهذول الـ 2 bits أكيد رح تتغير قيمهم أثناء العد، لازم الـ following sequence of operation take place أثناء العد اللي هم من. إذا A3 يساوي 0 أثناء العد، وإحنا بنعرف إنه A3 رح تساوي 0 قبل ما إنه A4 تكون 1. أصلاً من البداية A3 يساوي 0 في العداد، لكن إذا A3 يساوي 0 E is cleared، الفليب فلوب E لازم يتصفر and the count continues. نشوف هاي كيف موجودة بالفلو شارت. فأول سؤال بعد العداد، هل A3 صفر ولا واحد؟ هذا بيتم أثناء نفس الكلوك مش ستيت جديد. فإذا A3 يساوي صفر حسب السؤال حكالنا صفر لفليب فلوب E واستمر في العد. استمر في العد معناته بدنا نرجع ل A تساوي A زائد 1. فيش داعي اني اعمل انا ستيت جديده اسمها A تساوي A زائد 1 لانه في عندي ستيت A تساوي A زائد 1 اللي هي الانكريمنت. فنطلع هنا باث بنرد نرجع مره ثانيه على نفس ستيت مشان نزيد في قيمه العدد. معناته هاي ستيت صار لها طريقين للدخول. انا ليش بركز على طرق الدخول للستيت؟ مشان انا نعمل الستيت دايجرام يكون واضح جدا العلاقه بين الستيتس. الستيت الاول احنا بندخله يا اما عن طريق انه s تساوي 0 بنضل نرجع له، او عن طريق انه نرجع من النهايه. ستيت رقم 2 ندخلها من خلال s يساوي 0 وبالتالي بدي ارجع اكمل العد مره ثانيه. صوتي واضح عندكم لانه جاب لي مسج انه الامور مش تمام. سامعك دكتور معك. ممتاز. الآن إذا A3 يساوي 1 حسب السؤال، ولاحظ أن الواحد ممكن يستنتج العلاقات من الفلو تشارت أسهل بكثير من ما يستنتجها من 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 نص السؤال. ماشي الحال. ف نص السؤال بعدها بقول and the count continues. إذا كان A3 تساوي 1 نفسه اللي فحصه هون، E is set to 1. الفليب فلوب E بده يصير قيمته 1. And then FA4 معناته هون نفحص A3 بالأول وبعدين بنفحص A4 وهذا الموجود هون. إذا A3 يساوي 1 تعمل set لE وبعدين تفحص قيمة A4 إذا كانت قيمته 1 أو إذا كانت قيمته 0. إذا كانت قيمة A4 0 حسب ما حكى السؤال بدك ترجع تكمل في العدد. فهاي عبارة عن الطريق الثالثة اللي العداد رح يكمل فيها الانكريمنتس تبعينه. لكن هون حسب ما انتم شايفين اذا A4 يساوي 1 من نص السؤال شو لازم تعمل؟ But if A4 is equal to 1, F is set to 1 on the next clock pulse. حطوا باللون الاخضر next clock pulse معناته ستيت جديد. يعني F لازم يصير يساوي 1 على next clock pulse. ليش ركز على هاي المعلومة؟ لانه كان بامكاني انه اعمل انا زي ما عملت هنا set لE أعملها نفس الإشي داخل هاي state، لكن السؤال طلب مني إن تكون ال increment على ال next ال set لل flip flop F على next clock pulse. فليكن. مش بس هيك كمان and the system stops counting. ما مش رح تروح ل A تساوي A زائد 1 مرة ثانية. تمام. الآن شو بيحكي بالآخر؟ إذا S يساوي 0 the system remains in the initial state. عملناها هاي، هيها موجودة هون، لكن قصده هون الآن بعد هذا الكلام كله يا تروح افحص S.
ماشي. إذا S تساوي 0 the system remains in the initial state, but إذا S تساوي 1 the operation cycle repeats. فأنت هون بدك تطلع من هاي state وتروح بشكل غير مشروط على البداية ماشي الحال على ال initial state, وهون تشوف هل عندك صفر ولا هل عندك واحد. ماشي. مرة ثانية النص, if S تساوي 0 the system remains in the initial state, معناته stopping عندك هون وانك تظلك في الخيار state الثالثي مش موجود. ماشي الحال. ممكن واحد يقول انا بدي اشوف هون افحص, اعمل فحص كمان فحص لS, مش ضروري, ارجع لل initial state وبعدين هون رد افحص S كمان مرة. If S تساوي 0 the system remains in the initial state, معناته لازم تروح على ال initial state, but if S تساوي 1 the operation cycle repeats, معناته مش لازم انه نفحص S قبل ما نروح على initial state. روحتنا على ال initial state مش مشروطة بقيمة S, لكن قيمة S بتحدد لنا انه هل رح نضلنا احنا بال initial state ولا رح نكمل. قراءة السؤال وتفسيره أصعب بكثير من وضع الفلو شارت. يعني الفلو شارت هون سهل جدا لأي واحد بده يعرف شو العلاقات ما بين الانبوتس المختلفة, تمام؟ لكن قراءة السؤال من ناحية النص وتفسيره هو الجزء الصعب. جميع الأجزاء اللي رح تيجي علينا بعد الآن اللي هو الانتقال من هون لا التصميم رح تكون أسهل. أي أسئلة أو استفسارات لحد هاي اللحظة؟ دكتور ايش مش بالمادي يعني عشان بس تخلص الفكره. احكي مش مشكله. إيه اللهم صل على محمد. دكتور قاعد بيطلع حكي كثير على التصحيح الموديل انه فيه خلل مش بس بمادتك, كل مواد الجامعه. كل مواد الجامعه. ايه امبارح بعثت لي, هيها ايه اجت بعثت لي, كنت موجود لما حكت ايه ثرت نفس النقطه, وقلت لها تبعث لي اسئله ودت لي اياهم امبارح بالمساء. وآية متأسف ما قدرتش أعمل إشي مبارح, كنت مشغول شوي مبارح المساء, واليوم إن شاء الله أنا الموضوع هذا يعني بدي أكمل فيه زي ما وعدت آية وأشوف شو آخره. الآن إذا بتحب محمد أنه تعمل زي آية أنه تودي لي كمان 5 أسئلة من أجوبتك ماشي, وأقارنهم مع اللي موجود على المود والأقارن أنه صح ولا غلط, انا عندي استعداد. فخلص ابعث لي 5 اسئله او اكثر ماشي. على اساس انه بدي اعمل شغلتين. اول شيء بدي اشوف الاجوبه اللي عندك, السلكشنز اللي عندك, بدي تعمل لي بولد عليهم وتعلم لي انت شو مختار. اذا بدك في الكوبي راح ابعث لك الصور اللي عندي. لا مش صور بتحمل الايميل وبطول. اذا بتقدر تعملهم كوبي بيست, بس على الاقل في الكوبي بيست يبين شو هم الخيارات. كيف ترتيب الخيارات زي ما اجاني في السؤال؟ ترتيب مش مهم. الترتيب مش مهم. ترتيب الخيار مش مهم, المهم شو الخيار, لانه بعمل شفلنج لترتيب الخيارات. هو ترتيب الخيار مش مهم, المهم انه شو الخيار اللي انت اخترته, لانه انا بدي اقارن الخيار اللي انت اخترته مع الخيار اللي مسجل عندي على الموديل, تمام, واقارنه مع الصح. خلاص تمام ان شاء الله. دكتور انه في جروبات الجامعه كلها قاعدين بيحكوا هذا الشيء, مش يعني في كل الكليات, في كل المواد, كل الكليات, حتى في النجاح. في النجاح اكتشفوا الموديل تبعهم فيه خلل, فمشان هيك شكله في شيء في الموضوع. بالنسبه لنا لو بتحوج اني اسحب الاجوبه من الموديل واصلحها يدوي بعمل هيك, المهم انكم تاخذوا حقكم بشكل كامل. هي اهم قضيه عندي, يعني القضية الحقوقية بأن كل واحد يأخذ حقه وما يستحقه, هاي قضية لا جدال فيها. تكسر دكتور تسلم. فابعث لي الأسئلة خلينا نشوف. هاي آية ودت لي وإنت بتبعث لي, وإذا حدا من اللي سامعين بحب يعمل نفس الإشي يعني إيميلي معروف عندكم ولا بدكم إياه؟ معروف ممتاز. فابعثوا لي على الايميل وخليني اشوف القضيه هاي. برضو لما نزيد عدد السامبلز, يعني نزيد انا من طالب, من طالب, لما انا اخذ من طالب واحد او مثلا طلاب اخذ طالب, لانه
بناء على النتيجة بدنا نعمم، يعني هل يمكن تعميم من خلال كيس وحدي؟ أكيد بجوز يكون الوضع بجوز تزبط لهذا الكيس إذا في مشكلة. أيوه. فإذا بأخذ أكثر من ثلاث أربع حالات، إذا بتبعثوا لي على أساس إني أشوف بكفي إنه حالي وحدي سؤال واحد من الأسئلة اللي أنتوا جاوبتوها يطلع عندي خطأ، ساعتها على طول أنا بحمي الداتا هاي كلياتها البيانات والإثباتات بنبعثها لإدارة الجامعة على أساس إنها تشوف حل في موضوع المودل، وبناء عليه برضو أنا بعيد التصحيح الأسئلة كلياتها تصليح يدوي. دكتور احنا متخوفين منه كمان، مش بس مشان الاسايمنت اللي قدمناه، اذا كان جد في مشكله في المودل رح نوكل الهواء في 40 علامه فاينل اذا كان مثلا تشويس هو انه يكون في مشكله خايفين منه. لا شوف، انه يكون في مشكله في التصحيح يعني هذا شغله غير مقبوله نهائيا. انه التصحيح يكون يعني بناء على راندومنس معين، بيكون حتى لو نص المية خطا مش مقبول، هذا تصحيح آلي، يعني المفروض تكون نسبه يعني ممكن الانسان يخطئ ويصلح يدوي بينما الآلي بتخطئش، يعني انتم ادرى بهذا الموضوع من غيركم، فالمفروض ان يكون 100% التصحيح وتاخذوا جميع العلامات اللي بتستحقوها. فابعثوا لي الاسئله هاي وخليني اشوف، ان شاء الله برد لكم خبر اليوم، برضو مشغول اخر النهار، فمع بكره بكون انا ردد لكم خبر على هذا الموضوع على الايميلات انه شو الاشي اللي انا لقيته. وبجوز ايش عندنا خلل، بجوز يكون خلل عند ناس ثانيين، بجوز خلل يكون عند طلاب ثانيين، الله اعلم، انا ما بعرف، بس بدي انا اقارن اجوبتكم بالاجوبه اللي مسجله بالمودل مع الاجوبه الصحيحه واشوف اذا في اي خلل في هذا الموضوع. ان شاء الله. طيب احنا الكهرباء ما طفتش فبدناش نحسدها، نضلنا مكملين يعني ناخذ بريك ونكمل؟ اذا اخذنا بريك بتطفي زي امبارح. طيب نكمل، يلا. طيب بدنا نكمل. طيب السؤال المهم الان انه كيف بدنا نحول هذا الكلام كلياته لدائره، يعني ماشي هي اي اس ام دي شارت والأمور كلها جيدة، فكيف ممكن نحول هذا الكلام كلياته لدائرة شغالة؟ ماشي الحال، اللي شايفين عندكم هذا اللي بخوف هو عبارة عن التايم ريسبونس، مش رح نستعمله للدائرة، تخافوش. ماشي الحال، لكن ممكن إنه نستعمل هاي هذا الدياجرام، وراح نستعمل كمان هذا الجدول، وراح نستعمل هاي المعادلات، وراح نبني الدائرة اللي هي انتو شايفينها عندكم، هاي دائرة الكنترولر. ماشي الحال، فبدي اياكم لمدة دقيقة برضو خذوها، يعني دقيقة التفكير، وانا شوي برتاح من الحكي لأنه الحكي الكثير مشكلة، بكيف بدنا ننتقل من هون لدائرة دائرة ديزاين. خذوا في عين الاعتبار على سبيل المثال إنه لما حولنا دائرة سيكونشل، عملنا دائرة سيكونشل، أول خطوة من خطوات تصميم أي دائرة سيكونشل إنه نعمل state table. كيف رح يكون شكل state table هون؟ شو الconditions اللي رح تنطبق على الانتقال من state لستيت أخرى؟ طبعاً مشان أقرب لكم المعنى والمفهوم بدي إياكم تطلعوا على هاي الدائرة، هذا عبارة عن ستيت دايجرام، هاي عبارة عن ستيت دايجرام لسؤالنا اللي هو هون، هاي عندي 1 2 3 states، هاي هم 1 2 3 states، عنده هنا اللي سميناها T0 أو الصلاة اللي قبلها T0 T1 T2 ماشي، هاي T0 T1 T2 معطي state هاي الكود 00، هاي الكود معطيها state 01، وهاي الكود معطيها 11 حسب ما هو اختار هون، فليكن مش مشكلة، هاي الكود
اللي باللون الأصفر. عفوا لا مش الكود اللي باللون الأصفر، الكودز اللي مختارها لهي الدائرة T2. نعم 11 T0 مختارها الكود 00 T1 01 و T2 مختار لها 11 نفس الكود هي اللي في اللون الأصفر ماشي الحال. والانتقال ما بين الستيتس المختلفة بتم بناء على الكنترول لاين S والستيتس للبيتس من الكاونتر A3 A4 ماشي. فأنا بدي إياكم من خلال هذا الدياجرام تشوفوا كيف ممكن نعمل state table وكيف ممكن هذا state table نحوله لدائرة. هل مثلا أعمل present state وحط الانبوتس هاي وحط شو next state رح تكون وشو الoutput ولا شو اللي بدنا نعمله بالضبط؟ خذوا لكم دقيقة للتفكير. يا شباب شو طلع معكم؟ ممكن من خلال معلوماتنا فقط نعمل تصميم لهي الدائرة من خلال اللي بنعرفه بدون أي إشي جديد؟ خلينا نشوف. طيب الآن شو علاقة هذا الستيت دايجرام بالـ ASMD أو الـ ASM chart مش الداتا باث ASM؟ أول إشي عندي 1 2 3 states ماشي الحال، زائد هذا ال state diagram بلخص لي العلاقة ما بين الانتقال للstates. مثلا اطلعوا هون كم سهم داخل على state T0 اللي هي أول واحدة، سهمين اللي هو عبارة عن S0، يعني طالما S0 إحنا بنرجع ل T0 أيضا بنرجع على initial state من state النهائي اللي هي عبارة عن T2 عندنا في هاي الحالة، فبنرد نرجع على state T2. بدي اياكم تطلعوا كمان على ال state T1 في state الثانية وتشوفوا كم مدخل إلها 1 2 3 كم مخرج 1، يعني ممكن توصل للstate الثانية بثلاث طرق، من خلال state إنها ترجع على نفسها مرتين ومن خلال الانتقال من state رقم واحد. الآن هاي العلاقة أيضا موجودة هون ماشي الحال. هنا في رأس سهم رايح مفروض إنه ننتقل من T0 ل T1 إذا S يساوي واحد، ونرد نرجع لها طالما إنه A3 يساوي 0 وطالما إنه A3 A4 هو عبارة عن 1 0 أيضا إنه نرد نرجع لها، وننتقل فقط من state T1 لستيت T2 إذا A3 A4 يساوي 1 1 حسب برضو الـ ASMD chart اللي عندنا. تمام، فعندنا هنا 1 1 عفوا E تساوي A3 يساوي 1 و A4 يساوي 1، هذول الثنتين A3
و A4، لأنه لو كان 0 بنرجع على نفس الستيت. فلاحظوا إنه A3 A4 1 1 ننتقل للستيت اللي بعديها. بعدين الانتقال من الستيت اللي بعديها غير مشروط بأي input، وهذا كمان واضح من خلال الانتقال هون بسهم دون وجود أي inputs عليها. فهي عبارة عن دائرة تحتوي على 3 states. السؤال الآن كيف بدنا نحول هذا state diagram ل state table. احنا بنعرف انه مشان نعمل state table لازم نحط the present state، لازم نحط the inputs تبعينا في جهة، بعدين لازم نحط the next state، ولازم نحط the outputs. تمام؟ الآن the present state عندنا هي واحد من ثلاث states، يا اما راح تكون T0 اللي احنا اعطيناها الكود 00، أو T1 اللي إحنا راح أعطيناها الكود 01، أو T2 اللي إحنا أعطيناها الكود 11. ورح نبدأ بترجمة State Diagram لل State Table بشكل مباشر. بمعنى آخر إنه هون ما فيش داعي إن أحط أنا 1 2 3 4 5، يعني 32 possible combination، لأنه واضح إنه في الـ Initial State اللي هي الكود تاعها 00. فأنت هنا في البداية 00، إذا S يساوي 0 هاي الجدول، إذا S يساوي 0 الـ next state عندك راح تكون 01 أو T1 حسب الكود تاعها 01 T1. هنا هاي عنا الـ next state هي عبارة، عفوا أنا غلطت، إذا S يساوي 0 بدنا نرجع لنفس state 00، فهاي 00 الاس يساوي 0، النكست ستيت راح تكون عندك 0 0. تمام؟ هسه هذول الاوتبوتس بحكي عليهم بعد شوي، بس خلينا نركز في هذول بالاول. ف 0 0 0 0. طيب اذا اس يساوي 1، اذا اس يساوي 1 ننتقل لستيت تي 1، فهاي 0 0. اذا اس يساوي 1 بننتقل لستيت T1 اللي هي الكود تبعها 01، هاي T1 اسمها 01. تمام؟ فننتقل ل 01. طيب شو موضوع الدونت كيرز اللي هون؟ موضوع الدونت كيرز هو بسيط. الان انت بتبني قرارك بانك تروح من T0 ل T1 بناء على اشارة S وليس بناء على اي شيء اخر، فقيم A3 و A4 بالنسبة لنا هي غير مهمة، وهذا السبب لوجودها بشكل دونت كيرز هون في الجدول. تمام؟ الآن إذا أنت الـ present state 01 في الـ state T1 اللي هي 01، طيب وين بدك تروح؟ بتروح لنفس الـ state، بترجع لنفس الـ state إذا قيمة A3 تساوي 0، ترجع لنفس الـ state إذا قيمة 3 A3 A4 تساوي 1 0. طبعا بهاي الحالتين، بهذول الحالتين قيمة S don't care، مش مهمة بالنسبة لنا، لكن قيم هذول الكنترول لاينز مهمة. قيمة A3 تساوي 0 معناته A4 مش رح يتم فحصها أساسا، فـ A4 بتصير 0 بهاي الحالة. يعني بمعنى آخر إنه من T1 إذا A3 يساوي 0 S عبارة عن don't care، A4 عبارة عن don't care، وبترجع لنفس state. هيا إذا أنت بستيت 0-1 وكان عندك A3 يساوي 0، S عبارة عن don't care، A4 عبارة عن don't care، والنكست ستيت تاعتك هي راح تكون 01 اللي هي نفس الستيت اللي انت فيها، بدك تروح ترجع مره ثانيه. تمام؟ الان اذا قيمه A3 A4 1 0، A3 A4 1 0، S عباره عن دونت كير، والنكست ستيت تاعتك برضه 0 1. تمام؟ فهي ال1 0، S عباره عن دونت كير، والستيت تاعتنا 01. تمام؟ إذا A3 A4 11 S راح تكون don't care، والنكست ستيت تاعتنا راح تكون T2 اللي الكود تبعها عندنا 11. زي ما انتم شايفين 01 don't care 11 ل A3 و A4، والنكست ستيت هي عبارة عن ال 11. تمام؟ السؤال ليش ما سماش state رقم 3 1 0 بدل 1 1؟ الموضوع له علاقة، لو حطها 1 0
بيطلعش الفانكشنز معاه بالسهوله اللي انتم شايفينها، بتطلع الفانكشنز شوي صغيره اعقد. فهذا هو السبب الرئيسي. بس لو واحد ما بيعرف وقاعد بصمم من اول وجديد، بده يفترض الاسامبشنز عنده يعني بدون معرفه مسبقه بالحل. اذا عنده الحل جرب شيء ثاني وبحاول يعمل سمبليفيكيشن، ساعتها ممكن. لكن هذا هو السبب الرئيسي لانه بتطلع شوي صغيره ابسط. طيب T2 ماشي، T2 بشكل غير conditional على T0، معناته كل اللاينز هذول don't care. 1-1 don't care كلياته، نرجع على 0-0 ماشي. حكيت لكم، بحكي لكم عن هذول بعد شوي ماشي، بدي احكي لكم عنهم. بس قبل هيك في عندكم اي سؤال؟ الامور تمام لعند هون؟ طيب بدي اسالكم سؤال ثاني، مين اهم خطوه في الخطوات اللي مشيناها؟ هل هي فهم السؤال، تحويله، او هاي الخطوه اللي هي بنقرر شيء هي الانبوت سيجنلز والاوتبوت سيجنلز، ولا تحويله للاي اس ام شارت، ولا تحويله لستيت دايجرام، ولا بناء ستيت تيبل؟ مين اهم خطوه في هذول؟ مين الموست كريتيكال؟ فهم السؤال، لانه اذا غلطنا في البدايه معناته كل اللي وراه كان مشكله. طيب مين اصعب وحده في هذول؟ مين اصعب وحده ومين اسهل وحده؟ يعني مثلا مين الشيء اللي لو انا جبت لكم اياه مباشره رح تمشوا بالحل بدون اي اشكاليه، بدون اي تفكير، بدون ما تغلطوا؟ وين النقطه اللي لو بلشنا عندها نسترسل في الحل بدون اي مشكله؟ هون، لانه هذا ماشي هو بوضح، هذا هو اللي بيجيب التيبل تمام. فاذا وصلنا لهذا بشكل صحيح التيبل عندنا راح يطلع صحيح. المشكله انه كيف نجيب هذا بشكل صحيح؟ هذا بيجيش بشكل صحيح الا اذا كان كان التصميم التيبل هذا كان صحيح ماشي الحال، وهذا بيكونش صحيح الا اذا كانت السيجنلز الانبوت والاوتبوت وفاهمين لوين الكره راح تسحب. لكن هذا عباره عن مايلستون هون، يعني لو وصلناه بتصير الامور يعني بتصير الامور اجرائيه اكثر من انه احنا بنحكي في قضايا فهم. فهم السؤال وتحويله وتصميمه لكيف بده يتحرك وكيف بده يمشي ينتهي عند هاي النقطه. بعد هيك الامور سهله ما فيهاش اي شيء. ليه؟ لانه الان احنا بنقدر نبني الدائره هاي من خلال بدنا معادلات للانبوت عشان نبني الدائره ماشي. فقلت لكم هذول بحكي لكم عنهم بعد شوي، الاوتبوتس التي، وهذول الاوتبوتس تي 0 تي 1 تي 2 هم نفسهم اسماء الستيتس اللي مسجله عندنا هون، تي 0 تي 1 وتي 2. بمعنى اخر انه 00 يرمز لتي 0، 01 يرمز ل T1، 11 ترمز ل T2 تمام. والان عندي هنا كاوتبوت من هاي الدائره انا بدي اطلع which one of these states I am currently at. وبالتالي الاوتبوت T0 بيكون عندك اكتف، انت موجود في ستيت T0 طالما انه النكست ستيت عندك 00، فهذا معناته انك في 00 عفوا اذا البريزنت ستيت مش النكست ستيت. اذا البريزنت ستيت هيك موجود في تي 0 00 which means تي 0 is active، انت موجود في 0000. دائما الاوتبوت والنكست ستيت بيعتمدوا على الانبوت، الاوتبوت ما بيعتمد على النكست ستيت، بيعتمد على البريزنت ستيت. 01 01 01 معناته احنا في تي 1 ماشي، وتي 2 فقط هي عباره عن ال 11 هون. يعني شو الاوبجكتيف تبعنا؟ الاوبجكتيف تبعنا انه نحاول نلاقي معادلات للاوتبوتس اللي هون، فبدي معادله للاوتبوت. متذكرين كيف في السيكونشال سيركت كنا ناخذ اوتبوت من دائره ونحاول نربط الاوتبوت مع الانبوتس؟ نفس الشيء بدنا نعمل هون. فتي 0 كاوتبوت هي عباره عن القيم اللي بتكون فيها الاوتبوت يساوي
ماشي. ارتباط الانبوتس الاوتبوتس مع نقول انه تي 0 يساوي جي 0 برايم. الاسهم اللي هون يعني انسوكم منها. هل تي 0 برايم؟ اولا ليش بنعمل هيك؟ الاصل انه احنا ناخذ الاوتبوت ونحط الانبوت كلياته وال وات ايفر الباراميترز اللي عندنا ونروح فيها على الكي ماب ونعمل سمبليفيكيشن. مظبوط ولا لا؟ مش هيك كنا نعمل في السيكونشال؟ احط عندي شو الاوتبوت بدلاله الانبوت ونروح على الماب ونعمل سمبليفيكيشن. بس هون انا ما بقدر اعمل سمبليفيكيشن لانه عندي الباراميترز كثير، تمام؟ فبالتالي بديل عن الكي مابس بدنا نحاول انه نلاقي علاقات مباشرة ما بين الانبوت والاوتبوت، علما انه الجداول مش طويله مش كبيره. فبالتالي اذا بتطلع على تي 0، تي 0 هاي 1 1 هون 1 1 هون 0 0 والبقيه 0 0 0 0 1 1 1 1. اذا تي 0 واضح انه تي 0 هو عباره عن جي 0 برايم، تمام؟ بالنسبة ل T1 نحاول نلاقي علاقة ما بين T1 وما بين the present state. فعندي 0 0 ماشي الحال، 1 1 1 0 إذا بتطلع عليها هون، اوكي. هي راح تكون اكثر تعقيد، راح تكون اكثر تعقيد. مثلا المباشر الاسهل منها اللي هي تاعت تي 2، تي 2 هون مباشره تساوي جي 1، صح؟ هيها تي 2 تساوي جي 1 نفسها. فاحنا بدنا نلاقي الان علاقه مع تي 1. احنا عندنا تي 1 هي عباره عن جي 0 ماشي الحال، متطابقه ما عدا اخر تيرم، صح؟ يعني مثلا لو بدنا نلخصها كبوليان فانكشن، تي 1 تساوي 1 عند جي 1 برايم جي 0، صح؟ هاي 1 هون. نعم اعتقد انه في انه اذا متشابهين صفر ومختلفين واحد ايش زي هيك، لانه اور اه صحيح كلامك، بس مش ما تنطبق عليهم كلياتهم. هاي هون عندي 0 بالاخر. طب اه متشابهين 0 مع مين؟ واحد جي 1 وجي 0، 1 1 طلعت 0، 0 0 طلعت 0، 0 0 طلعت 0، كلهم طلعوا 1. فهمت فكرتك. ممكن ممكن بدك تعمل جي 1 جي 0 اكس اور، عباره عن الاكس اور ما بين جي 1. بس في عندنا حاله مش بالمطلق هاي، لانه في عندي الحاله 1 0 مش موجوده هون. عند الـ 0 1 صحيح كلامك 100%، فبدك تستثني منها الحالات اللي هي مش مسجلة عندنا أصلاً، اللي بيكون فيها G1 1 والثانيين بيكونوا فيها صفر. فإذا بحطهم XOR هون ماشي بتشمل الحالات اللي مش listed، بس لاحظتك 100% في محلها، تمام؟ أول مرة حدا بيحكي لي فيعني ممتاز، شكراً لك. لو أنه الحالة 1 0 مسجلة هون كان فيش مشكلة. طب هي حالة 1-0 أصلاً إحنا ممكن نوصلها؟ أكيد لا، لأنه أصلاً مش من ضمن الكيسز اللي عندنا، فيش إلها ستيت. فممكن نمشي بالأبروتش اللي أنت حكيتي، تمام؟ ممكن نمشي في أبروتش ثاني مثلاً، إنه أقول متى T1 عندي يساوي 1؟ T1 لا يساوي 1 إلا في حالة G1 prime G0، G1 prime G0، G1 prime G0، هنا صفر تشملهاش هاي الحالة. فممكن نكتب هون معادلة إنه T1 يساوي G1 prime G0، أوكي؟ فهاي T1
T0, G0 prime, T1 prime, G1 prime, G0. اوكي. بدك تعمليها XOR اعتقد بتزبط. ببساطة لسبب انه الحالة الثانية اصلا مش مستحيل انها تصير. بس اذا صارت عندك في الدائرة، لاحظي اذا صدف ان عملت الدائرة هاي practical ولسبب ما الدائرة هاي دخلت في state المش موجود ال 1-0 راح تظلها معلقة هناك، راح تظلك معلقة عند T1 الا اذا بتطفيها من اول وجديد تعمل reset. هاي بس ملاحظة صغيرة عليها. تمام. فهاي T0 G0 T1 G1 prime G0 T2 عبارة عن G1. هاي معادلات للفليب فلوبس. ماشي الحال؟ هل احنا الان قادرين على انه ننتج الدائرة هاي؟ خلينا نشوف عندنا هون. هاي في عندي 2 فليب فلوبس، ماشي، واحد اسمه G0 واحد اسمه G1. الان الانبوت ل G0 هو عبارة عن الانبوت عندي من S. اوكي، هذا S رايح لهون، وفي عندي كمان الاوتبوت اللي هو جاي من T0. ليش عمل الدائرة هيك؟ يعني ليش الدائرة ما ظلتش T0 هي عبارة عن G0 برايم، T1 عبارة عن G1 G0 و T2 عبارة عن G1؟ لاحظوا الدائرة هون الفليب فلوبس مش بس هدفها الانتقال من ستيتس، اطلعوا شو محطوط على الفليب فلوبس، الاي والاس اللي هي الكنترول سيجنالز. وشو حكينا هون في دائرة الكنترول؟ دائرة الكنترول المفروض انها تاخذ الاس والاي لاينز وتطلع لنا الاوتبوت سيجنالز، ماشي؟ طيب الدائرة اللي عندنا هون هل بتعمل هذا الكلام؟ هاي الدائرة اللي هون. لحظة شوي. هاي الدائرة، هل بتعملنا هذا الكلام ولا لا؟ هل بتاخذ status lines وبتطلع لنا ال control signals ولا لا؟ يا أو يا لا. بتطلع لي تي، ما بتطلع ليش set to reset، صح؟ كيف؟ أنا أحكي لك كيف. الرسم اللي هون لازم يطلع منها لاين اسمه set E clear E set F. إحنا كل اللي عملناه هون إنه طلعنا شو state اللي إحنا فيها اللي هي T0 T1 تمام؟ T0 T1 T2 إحنا ما طلعنا هدول، ماشي؟ معناها اللي احنا عملناه هو جزء لسه من دائرة الكنترولر، مش الكنترولر كاملة. لأن مشان نشوف الكنترولر كاملة لازم نطلع على هاي السلايد، ماشي؟ هاي دائرة الكنترولر بشكل كامل. اللي احنا اشتغلناها هي عبارة عن T0 T1 T2، ماشي؟ هاي الاوتبوت فيها اللي هي عبارة عن السمول سيركت اللي بتتحرك لنا الستيتس، تمام؟ الآن احنا المفروض انه نطلع الكنترول سيجنالز الى لل different parts من السيركت بناء على الكونديشنز، وبناء ايضا على الستيت اللي احنا فيها. فعلى سبيل المثال طلعوا هون على الاي اس ام تشارت مره ثانيه، متى بنعمل كلير لاي وكلير لاف مع بعض؟ الشرط اذا كنا في الستيت صفر وكان S يساوي واحد، مظبوط؟ متى بتعمل كلير؟ سؤال طبيعي جدا حسب النص اللي عندنا هون. متى بتصير كلير للدائرة هاي؟ بصير لك كلير للدائرة هاي لما تكون في الستيت الأولى ويكون S يساوي واحد. لاحظوا الجملة اللي حكيتوها عبارة عن معادلة. فهون إذا بنطلع على هاي السيركت بتلاقوا إنه إذا كنت أنت موجود في T0 وكان S عندك يساوي واحد، الاند الهم هو عباره عن الكلير اللي بدها تروح للكلير بدها تروح للكاونتر، كلير كاونتر. هاي اشاره كنترول،
واضحة ولا أعيدها؟ بعيدها ما بملش يعني، مهم تفهم. عيدها دكتور. أقولكم أعيدها. طيب هون السؤال، هون حسب وصف السؤال، متى بنعمل ريسيت للكاونتر ومتى بنعمل للكاونتر وللفليب فلوب؟ نسيك من الفليب فلوب هسا، خلينا على الكاونتر، هما مع بعض بصيروا، بس خلينا على الكاونتر. وين انت بصفر الكاونتر حسب السؤال اللي هون؟ لما يكون ستارت واحد، لما يكون ستارت واحد. طيب وين انت بنطلع احنا على ستارت اساسا؟ في اي مرحله من المراحل الزمنيه؟ الاولى، في اول الاولى. تمام، صحيح صحيح. اذا اذا مش راح اعمل كلير الا اذا كنت في الستيتس رقم واحد، مظبوط، والسيجنال عندي اس كانت تساوي واحد، مظبوط. وهذا الكلام اللي اصلا واضح هون، هاي اللي هي عباره عن تصفير الكاونتر. بتصفرش الكاونتر الا اذا كنت انت في الانيشال ستيت في تي 0 وكان عندنا اس يساوي واحد. اذا كنا في الانيشال ستيت واس يساوي صفر ما بنصفر هذول. بمعنى اخر انه لازم نكون هون و اند لازم تكون هاي تساوي واحد. يعني بامكاني ان اقول التالي، هي عباره عن الاند ما بين تي 0 اللي هي هاي ستيت والاس، وغير هيك لا يمكن يكون في عندي انا كلير للكاونتر. معي فيها هاي؟ تمام دكتور، متفقين. تمام ماشي الحال. فبالتالي الدائره اللي عملناها هون اللي بتطلع لي الستيتس، الديفرنت ستيتس اللي هم هذول المعادلات، ماشي الحال، هي بتساعدني على اساس انه اعرف انا في اي مرحله من المراحل اللي هون. اعطيكم مثال صغير عليها، معادله ثانيه. متى بعمل increment للكاونتر؟ متى بنعمل increment للكاونتر؟ بس نصفر الـ A والـF، بس نصفر الـ A، بس بتكون F والـ A برضو زي. بنصفرها إذا كنا في اللي هي الستيت تي 1 وكان عندنا اي 3 يساوي صفر، مظبوط. وبنصفر او عفوا وبنعمل انكريمنت كمان اذا كنا في الستيت تي 1 وكان عندي اي 3 اند اي 4 يساوي زيرو، مظبوط. طيب بالنسبة للثالث، يعني هاي الطريق حكيناها وهاي الطريق حكيناها، هل بإمكاني أنه أحكي أنا في المطلق إذا كنت في state T2 أنا لازم أعمل increment للكاونتر؟ تمام، لأنه أول ما ينتقل طوال يعني. ما إحنا حكينا عن هذول السهمين، بس هاي كيف نعبر عنها في المعادلة؟ المعادلة الآن بتاعتنا إذا كنت في state T2 وكان عندك A تساوي 0 اعمل increment، وإذا كنت أنت في state T2 ماشي الحال وكان عندنا A31 A40 برضو اعمل increment، بس هذول اجوا بعد فحص A3. طيب ما احنا اصلا هون بدنا نعمل increment قبل ما انه نعمل A3، شو رايكم فيها هاي؟ صحيحة ولا لا؟ قبل وبعد، احنا خلال 1 clock cycle لساتنا، هل انه هاي تحصيل حاصل راح تصير ولا كيف؟ مش فاهم سؤالك. مش فاهم سؤالي الان. احنا هون هذول ماشي الحال، هذول عملناهم صفر A وصفر F بناء على انه احنا في T0 مع 1، تمام. الان نعمل كمان معادله، نعمل كمان معادله هي لتصفير E. متى بنصفر E؟ متى E راح يصير له ريست؟ انا بساعدك فيها. اذا كنا احنا في T1 وكان A3 يساوي 0، مظبوط. بالمقابل متى بنعمل set ل E1؟ إذا كنا في T1 وكان A3 يساوي 1، ماشي. فهي عنا الكنترولز
اللي عملناها. طيب متى بنعمل ست ل للفليب فلوب اف؟ اذا كانت اف 1 واف 4 برضو 1. نو نو نو، احنا بنعمل ست ل اف لما نروح للستيت رقم 2 اللي هي رقم 1 1. مجرد ما دخلنا لازم نعمل ست، فيش لنا اي كونديشنز. هاي اللي هون معزولي عن اللي تحتيها، يعني هي ما مش ناتج من انه ايه فورت واحد، هي ناتج منها صحيح، لكن مجرد ما دخلت الستيت انت راح تعملها بكل الاحوال بدون اي كونديشن. يعني مش مرتبط مثلا بعلامه سؤال، هي علامه السؤال لو انها تحت بس هي فوق، بمعنى انه مجرد انتقالك للستيت يعني انه هاي لازم تصير ست. بمعنى اخر انه ست اف هو عباره عن تي 2 ببساطه. خلينا نشوف المعادلات هاي اللي حكيناها صح ولا غلط. تمام، هاي اللي هي مثلا ست اي عباره عن تي 1 اي 3، توقعناها هاي مزبوط انه نكون ست اي هاي، ها ست اي نعمل ست لاي لازم نكون احنا في تي 2 مع اي 3 1، يعني تي 2 اي 3، فهاي تي احنا عملناها تي 2 هي تي 1 0 1 2 ارقام تي 1 اي 3 ماشي. كلير اي تي 1 اي 3 برايم واضحه من الدائره، فش داعي نروح نرجع عليها ولا لا على الشارت. هاي تي 1 اي 3 برايم ماشي. معناها هون لاحظي انه ست اف راح تكون عباره عن تي 0 1 2 تي 2 هاي ست اف تي 2 تمام. طيب كلير اي و اف هي عباره عن الاس المفروض تكون اس تي 0 مش ستارت اس 1، هاي خطا، المفروض تكون عباره عن تي 0 مع S حسب الدياجرام اللي عندهم. متفقين معي انها خطا T0S T0S الان بينهم هي اللي بتعمل الست. طيب بالنسبه للعمليه الانكريمنت للكاونتر حكينا عن شغلتين، حكينا انه ممكن نعمل انكريمنت ندخل على السيت هاي من هون بناء على الكونديشنز هون، ممكن على الكونديشن الثاني ماشي الحال، لكن ممكن ارد ايضا نعتبرها زي هاي انه احنا مجرد ما كل مره بندخل على الستيت تي 1 اول شيء لازم نعمله انه نعمل انكريمنت للكاونتر بغض النظر شو الشرط. كل ما ندخل على ستيت تي 1 لازم الكاونتر ينعمل له انكريمنت قبل ما ينعمل اي شيء ثاني، فعشان هيك بدنا نعملها زي معامله اللي هون انه بدنا نحط انه الانكريمنت للكاونتر هو عبارة عن تي 1. إذن هاي فيها خطأ ماشي الحال. هاي عندي تي 0 تي 1 تي 2 بدالة states تمام، واضح الأمور لحد اللحظة ولا لسه؟ تمام كله تمام. الآن بدنا نيجي هون للكنترولز تبعينا، على افتراض انهم موجودين الكنترولز اللي هم تي 0 تي 1 تي 2 تمام تصميم الدائرة، فاللي بتعمل الكلير زي ما انت شايفه هي عبارة عن الاند جيت ما بين تي 0 و اس ماشي. هذول الفليب فلوبس اي و اف الست والريست اللي لهم، فمتى بنعمل ست لاي هي عندي اند جيت ما بين تي 1 وما بين اي 3 وعندي الفليب فلوب اف بنعمل له ست مثلا في عند تي 2 بشكل مباشر تمام. كل السيستم معمول على 1 كلوك. لاحظ دائما ايضا انه احنا بنعمل كلير للفليب فلوب اف، هي اللي بتعمل كلير للكاونتر هي نفسها اللي بتعمل كلير للفليب فلوب اف تمام. هاي هي الكير ريست تاعت تي اللي هي عباره عن تي 1 اند اي 3 برايم. هيك اسهل فهم الدائره
تمام؟ فإذا الآن بضل عنا إنه نعمل هاي الدائرة الصغيرة اللي هون، عملنا أغلبها، طلعنا الأوتبوتس اللي هي T0 T1 و T2 ماشي الحال. بدي أربط الآن الانبوتس لهاي الدائرة مع الستارت الـ A4 و الـ A3. إحنا اللي عملناه لحد هون إنه حكينا إنه T0 شو يساوي، T1 شو يساوي، و T2 شو يساوي بدالة الانبوتس للفليب فلوبس. وهون عنا الدائرة اللي بتوضح العلاقة ما بين S A3 و A4. طبعا هي عبارة عن D flip flops، فالانبوت هون هو عبارة عن S and T0 ماشي or T1. طبعا هي اجت من المعادلة الاولى، بدي انا معادلة DG1 و DG0. هذول المعادلتين احنا ما حكينا فيهم كيف اجوا، فكيف بدنا نجيب معادلة DG1 و DG0 اللي هي الانبوت للD flip flop الاول والانبوت ل الدي فليب فلوب الثاني. هاي اخر شغلة اذا عملناها بكون حل الاكزامبل اكتمل. كأنه الساعة المحاضرة خلصت وانا مش منتبه. عندكم شيء؟ بس اطول محاضرة اخذها لانه بدون بريكات عن اشي على اساس فيه فانت. طب وشو رايك انه ساعتين واحنا نحكي باكزامبل واحد؟ قلت لكم اه والله بده وقت، بده وقت. طيب أقول لكم شغلة، روحوا عيدوا كل سنة وانتوا سالمين. المرة الجاي بعد العيد، بعد العيد ماشي، بعمل ملخص عام أنا للي عملناه، بأخذ له ربع ساعة زمان لحل الدائرة. بكون الأمور صارت أحسن في دماغنا من ناحية إنه شو الأشياء اللي بتنعمل، ويعني مش أول مرة بنعرف فيها. بكون صارت الدياجرامز هاي تقريبا احنا فاهمينها، ونوصل لمرحلة انه كيف بدنا نربط، وكيف دعم دائرة الكنترولر الصغيرة هاي، كيف بدنا نربط ما بين الانبوتس للفليب فلوبس مع الكنترول لاينز اللي هم عبارة عن اخر اشي بلزموا مشان اعمل هذول المعادلتين DG1 و DG0. سهلين جدا هم، بس انا جوزت الوقت وما عطتكم مش بريكات اليوم، فمش إشكالية. لو أحكيهم اليوم وأحكي لكم كيف صاروا يعني راح مش راح يفيد كثير أصلاً. جزء كثير من المعلومات اللي سمعتوها اليوم يعني نتيجة لضغط طول المحاضرة، يعني ما تقولش الأمور تمام فيهم. فروحوا عيدوا يوم السبت إن شاء الله الأسبوع القادم بعد العيد بيكون أول لقاء لنا. تنسوش الوظيفة مهمة جداً، وإن شاء الله يوم السبت بيكون في عنا كمان مجال انه نعمل مراجعة سريعة لهون ونكمل. في عنا يمكن كمان مثال او اثنين على موضوع الـ RTL design، بعدها بنصير ناخذ طرق مختلفة لنعمل هذا الديزاين مور سيمبل. بس اللي مفكر انه احنا، ولا بديش انكد عليكم خلاص، في هذا السؤال كلياته بنعمل له كود على الـ HDL بسيطة، مش هسه مش اليوم، بعدين. تمام، يعطيكم ألف عافية، كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله بشوفكم بعد العيد. يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور وانت سالم.